بالنسبة للبشرة الدهنية اختاريت ليها زيت جوجوبا لأنه مفيد في الترطيب وعنده فوائد كبيرة للتجاعيد والمسامات. كاين زيت اللوز الحلو حتى هو مفيد، زيت نواة المشمش وزيت الورد. هادو هنا قلنا للبشرة الدهنية غادي نديرو 5 قطرات، يعني قطرة في كل بلاصة في البشرة ديالنا. غنديرو المساج ضروري، خاص المساج ساعة من ساعة ونغسلوا البشره ديالنا، ما كيلاش نباتوا بها. بالنسبه للبشره الحساسه وهي حتى هي كتبغي الترطيب وبزيوت اللي غنعطي دابا، لان كنعرفوا لان البشره الحساسه كتهيج لينا من اي منتوج اي حاجه، هنا الزيوت كتحاول ترطب لينا. ولكن ما نساوش ان لو تيست ضروري خصو يكون، ودائما البشره الحساسه خاص تكون زيوت مستخلصه من زيوت نباتيه، ما يكونش زيوت الاساس، لان هنا بشره كنديو على بشره حساسه. نعم، غادي نختاروا زيت النواة ديال المشمش لأنه كيتكون من أحماض كبيرة ومن مضادات للأكسدة. هنا كيحاول كتكون بشرة حساسة واحد شوية، يعني كتبرد، ما كيبقاش الاحمرار وكتكون مناسبة. زيت بذور العنب مفيد جدا للبشرة الحساسة. زيت البابونج، هنا إلا كان عندنا الحكة زيت البابونج، كان عند الحكة في البشرة ديالنا ولا الحميرار ولا هذا، زيت البابونج فهو علاج زوين بزاف، غني بمضادات الأكسدة، محارب الإحمرار اللي كيكون في الحنيكات وهذا. زيت الورد حتى هو زوين بزاف.